يقول السائل: هل يجوز لي أن أدع أخواتي يخرجن إلى السوق علما بأنهن متحشمات ومتحجبات بالحجاب الشرعي وليس معهن محرم؟ إذا كان لحاجة، إذا كان خروجهن إلى السوق لحاجة مع الالتزام بالآداب الشرعية والحشمة ويخرجن بقدر الحاجة ثم يرجعن إلى البيوت، هذا جائز. أما إذا كان خروجهن إلى الأسواق للفرجة والتنزه وغير ذلك من الأمور، أو إنها ما تحتشم ولا تتستر ولا تتجنب الاختلاط بالرجال أو تمازح الرجال، فهذا لا يجوز. إذا خالفت الآداب الشرعية هذا لا يجوز لها، حرام عليها. نعم.